جبال ترسخ مكانة منطقة، وحصون تصعد منارات وطنية، بتلاحم القوة منذ أكثر من قرنين من الزمان. هي الباحة، مشعل الجبال ورؤية التاريخ. بلدة بنيت على تلال مطلة على وادي الملد. البلدة التي تضم حصنين شهيرين، وكانت تشكل قلعة من قلاع المنطقة التي خاضت معارك مع القوات العثمانية، كما وقفت مناصرة للدولة السعودية منذ قديم الزمان. فيها مسجد كان هو الوحيد في هذه القرية، يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1364 للهجرة. كأحد أقدم المباني التراثية بالملد، المسجد هذا بني في عام 1364 من الهجرة، وكان مكانه بحصة يصلون فيها جيران المسجد. ونظرا لظروف الطبيعة، حرارة الشمس وحدوث أيام الشتاء والهواء، اجتمعوا أهالي القرية وهم عدد بسيط في ذلك الوقت، وقرروا بناء المسجد كما هو طبيعتها الآن التي تم تجديده. كان المسجد يقدم العديد من الأدوار لأهل القرية، بالإضافة لكونه مقراً للعبادة، فهو مركز للعديد من الدروس والمحاضرات قديماً، كدروس القرآن الكريم والكتابة والقراءة، كما أنه مكان اجتماع لأهل البلدة
لمناقشة أمورهم اليومية، ومقر لحل النزاعات والخلافات إن وجدت. مع مرور الأيام والسنوات الطوال، تضررت بنية المسجد وهيكلته بفعل الظروف الجوية، وتهالك الكثير من أجزائه وعناصره، وأغلقت الطرق المؤدية إليه، وأصبح غير مهيئ لأداء الصلاة رغم التاريخ العريق الذي يحظى به. حتى شمله مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، عامل المشروع أولاً على تهيئة كل المسارات المؤدية للمسجد، بالإضافة لزيادة مساحته للمصلين، بعد أن انقطعت الصلاة بداخله لسنوات عديدة. فلما جاء الوقت الأخير وكانت حكومتنا الرشيدة حفظها الله وأيدها بنصره سباقة لفعل الخير وخاصة في بناء المساجد، رأى سمو الأمير محمد بن سلمان أن يحدث هذا المسجد ليربطه بالحاضر والماضي، فأمر بتحديثه وحدث كما ترونها الآن، وهو الآن معلم ينبي عما كان في السابق ويتكلم عما هو عليه الآن فالحاضر. كان في أحمد بن عوض رحمة الله عليه، هذا مؤذن، وكان يجي من أقصى القرية يجي يتعصى ومع فانوس، شايف فانوس زي هذه بس إنه على شكل ثاني القديم، ويتعصى ويجي يدن الصبح يدن الفجر. وفي واحد اسمه أحمد إبراهيم مات، ما استدرى هذا الله يرحمه، هذا طول عمرك هذا الإمام، ويجلس في المحراب، هذا المحراب يوم الجمعة يخطب فيه. يقف سقف المسجد على أعمدة تسمى في المنطقة بالزافر، تم نقشها وزخرفتها على يد حرفيين من أهل المنطقة كأحد أرقى وأتقن فنون العمارة القديمة، والتي تشتهر بها منطقة الباحة عموماً. ونظراً لجودتها وحفظاً لهذا التراث العمراني، أبقى المشروع على هذه الأعمدة شاهدة على تاريخ بقي لسنوات عديدة. أيضا موضوع النقش، الشجرة الوحيد أو النوع الوحيد من الأشجار اللي هو شجرة عرعر الذي يستطيع أن تسلكه وتنقش عليه.
النقش يستمر فترة طويلة ويبقى كما هو. ولو لاحظنا الآن بعض الأبواب لها أكثر من 500 سنة النقش لا يزال مستمر فيها إلى حد الآن. وهذا الزافر أو المرزح ينقش عليه عدة نقوش، وقد يختص كل نجار بنوع من أنواع النقوش المعينة التي يعني تعتبر كبصمة له في النقشة. الملد هذا معناها المكان المنعزل، وهذه أسباب التسمية لهذه القرية، اسمها قرية الملد. ما يقال والله أعلم إنها تزيد عن 500 عام، والدليل إن هذه القلاع التي تسمى الحصون بنيت أول ما بني هي، فمن الجهة الغربية امتد البناء إلى مكاننا هذا، ومن الجهة الشرقية امتد البناء إلى ما هو الآن فيه المتحف. أصبح المسجد بعد مشروع التطوير جاهزاً للمصلين. من أهل البلدة أو زوار المنطقة الأثرية عموماً، مزوداً بكل مرافق التي تخدم راحة المصلي وتحفظ تاريخ المكان العظيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإلاف قريش إلى بهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. الله أكبر. فرق جاسع، يعني الله يعز من سواه ومن آمر بسويته. الله يوفقه في هذا النهار اليوم، نسأل الله ما نسأل غيره، إن الله من آمر بتسويته إن الله يوفقه. ستبقى بلدة الملد وخطى المصلين التي عادت لمسجدها شاهدة على مشروع حفظ هذا التاريخ.